انت كل حاجة في حياتك غريبة كده؟ اشمعنى؟ يعني بيتك، سرير الغابة اللي انت نايم عليه ده. تحبي تجربيه؟ لا اخاف اقع. ما انتي وقعتي واللي كان كده. انت عارف اول مرة شفتك من شهر قررت ما اعملش كده، وانا اول مرة شفتك قررت اني لازم اعمل كده. انا مش قادرة اصدق ان انا في بيتك. يا ترى انت بتقول عليا ايه؟ نفس اللي قلت عليكي اول ما شفتك، ست جميلة قوي وعجباني قوي. انت تعرف ستات غيري كتير صح؟ مش كتير. بصي انا ممكن ارتبط بواحدة بس، وممكن كمان اتجوزها، بس لازم اكون حاسس اني عايز اعمل كده. فهمتي؟ ودلوقتي حاسس بايه؟ دلوقتي انا حاسس اني جعان. مبروك يا حبيبي. كفارة علو. الف مبروك يا حبيبي. يبارك فيك يا اسطى. شكرا. اللص بتاعك. مبروك يا علو. مبروك يا علي يا جامد. الف الف مبروك. مالك فيه؟ عم خضيته. ايه؟ مال؟ خلف. اللي حاسس بيه ده غريب قوي. حاسس بيه؟ حاسس اني خايف اخرج من هنا. يا راجل. وانا اصدق بقى. انت مش مصدقني. طبعا. يعني في خناقة جوه دماغي. طب وعلى ايه الخناقة دي كلها؟ على اللي حعمله بره. فهمت. يعني تخرج علي روي ولا اللوسط علي؟ طب يا ترى بقى تخلص على ايه الخناقة دي؟ مش فاهم. يعني انت عايز ايه؟ عايز ارجع زي زمان. علي روي. وفي نفس الوقت خايف ارجع للسجن. كل اللي ليا بره ولاد كلب شياطين اتغيروا، وانا برضو اتغيرت. ويا ترى اتغيرت بقيت ايه؟ بقيت بخاف. طب ما ده حلو. نخاف سلم يا علو. نخاف سلم. هي كده. نخاف سلم. بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا يا معواد. سموا ادخلوا برجلكم اليمين. اتفضلوا اتفضلوا. هنا المطبخ مفروش وسوبر لوكس يا مدام، اما هنا الحمام وبرضه سوبر لوكس يا مدام، وتحت في اتنين حمام. اتفضلي يا مدام اتفضلي. اما هنا في الدور التاني ثلاث اوض ما شاء الله، كبار شرحين وبرحين، هواهم يرد الروح. اما بقيه الشقه يا مدام زي ما انت شايفه ما شاء الله كل حاجه فيها، مش محتاجه اي حاجه. واهم من ده كله ربنا يجعلها عليكم ادم خير، فيها كمان دفايه ما شاء الله يا مدام، مش هتحتاجوا فيها باذن الله حاجه. ها قلت ايه يا مدام؟ حلوه. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حلوه قوي والله. بس قول لي يا اخويا، هو ال 6000 جنيه دول ما يتهزوش شويه؟ لا يا مدام ماليش فيه، صاحبها وعاوز كده. طب خلاص ماشي.
عادل بيه تأمرني بأي خدمة تاني؟ تأمرني بأي خدمة تاني؟ لا ما تحرمش. شكرا. فكوها ب 100. ها؟ فكوها ب 100. أهو بالمرة استناكوا بره وتضحكوا، تكونوا خدتوا راحتكوا في الشقة. بقول لك إيه؟ ما تيجي معايا نروح عند الكوافير تعمل شعرك كرياتين زيي عشان تليق على الشقة. يا عادل بيه. عادل فكر شحاتة. وأنت كمان لازم تفكري ليك في اسم كده، نغم، ندم، أي حاجة. وأنا أعمل كده ليه؟ هربانة من إعدام ولا هربانة من إعدام؟ يا وليا يا واطية. ايه ده؟ ما مأجرين شقة الخيل؟ ايه كل ده؟ ها ايه الأخبار النهاردة؟ أنا كلمت دكتور بهاء وقال لي إن إيدك خلاص بقت زي الفل وممكن كمان نوقف المرهة. طب إيه رأيك؟ أعمل لك بقى سندوتش، أنت بقالك يومين ما أكلتيش. سندوتش واحد بس. طب بلاش ساندويتش، نشرب عصير. معلش انا لما احس ان عايزه اشرب هشرب، مفيش نفس دلوقتي. طب قولي لي، طيب انت ايه اللي مزعلك؟ انا زعلانه، انا خايفه. خايفه من ايه؟ ما اعرفش والله، ما اعرف. يحصل لي واللي ممكن يحصل لي. حسن تايهه. طب احكي لي، فضفضي لي، احتمال ترتاحي. ما اعرفش، انا في حاجه غاليه ضاعت مني وقلبي بيوجعني عليها. ايه هي الحاجه دي؟ احكي لي عليها. مش عارفه والله، ما اعرف. طب بصي بقى، مراد بيه اللي انت قاعده عنده في البيت ده راجل طيب جدا 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 وغني قوي كمان، وهو يعرف ناس مهمين قوي في البلد واصحابه كتير جدا ومهمين. يعني انت لو عندك اي مشكله مهما كانت كبيره قوليها له وهو هيحلها لك بمكالمه تليفون واحده. ما اعتقدش الحاله اللي انا فيها حد يقدر يحلها. انا زي اللي كان طاير في السماء وفجأة وقع على الأرض، مش عارف وقع ليه ولا عارف يطير تاني. انت كده حيرتيني معاكي، أنا مش فاهمة منك حاجة. طب بصي بقى، أنا لازم أقوم دلوقتي، انت لو عوزتي أي حاجة أي حاجة ناديلي بس.